تحطي بدور الأم في الدراما وفي السينما؟ بص، جميع أنواع الأم اللي تخطر على بالك أنا عملتها. ما بيشوفوا مثلا ده أم طيبة، بعد كده لا دي أم شريرة. أيوة. أنت حيرت الناس معاك. أنا عملت كله، الأم الطيبة والصديقة لولادها واللي بتعاني عشان تربي عيالها، والأم الغلبانة اللي بتكافح، والأم القوية والحما الشديدة، والأم اللي ممكن تكسر الدنيا بأنانيتها، مش عشان عيالها بس، أنانيتها. عملت كل أنواع الأم، وعملت الأم المجنونة وأم اللي طايرة وأم المريضة وكله. طب نقدر نقول عن الأم اللي في الأسطورة مع مي عمر دي، أم بقى بتخاف على عيالها ولا أم؟ طبعا. وكان كلامها صح في الاخر باحساسها. أيوة. انها مش قد الناس، يعني الناس كلها في الشارع وهي بتتفرج على المسلسل، حرام عليك ما تسيبيها بتحبه. قول له انتوا ما تعرفوش. حتى انا نفسي كممثله ولا حد فينا كان يعرف النهايه شكلها ايه. بس انا احساسي ان بنتي هيجرى لها حاجه. احساسي من اول ما قريت الورق ومثلت، واحنا كلنا محدش فينا معاه الحلقه 30 خالص. ايه اللي هيتم 29 و30؟ ايه اللي هيتم؟ محدش عارف. وبص التصوير تم بالاحساس الصح. دايما كان في مناكفه بينك وبين مي عمر، انت مش عارفه ايه، لا مش هعمل كذا. الكواليس بينكم كانت عامله ازاي؟ جميله. مي مطيعه جدا وبتحب تسمع كويس، مطيعه يعني لدرجه قلت لها مي عندك حاجه صغيره في صوتك، السرسعه العاليه لا ريح عشان الكلام اسمعه. يعني بص ما بتنفعله دي تلاقي بقى الكلام بيطير، بتعمل ده ومعايا يعني لدرجه انا بقيت اقول كلام مش موجود في النص، وباعتبار المخرج محمد سامي جوزها كان بيسيبني. يعني مره قالت حاجه كده ايه مكتوبه، بس قالتها ايه حاجه كده حاجه هبله يعني. قلت له والله العظيم انا مخلفه بنت هبله كده لوحدي. فلا كان في زي ما كنا لعبه بينج بونج بيني وبينها وتلاحم. يعني لما حاولت تنتحر ام جريت عميده بتموت، ولما دخلت المستشفى وتقول عايزه اتجوز بحبك واحنا قاعدين كلنا كارثه صوتها. لا مش كده، حتى لما جه خطبها مش عايزه اقرا الفاتحه، رافضه، قريتها بالغصب. ولما جه السجن بلوم جوز ابوها، جوز امها اللي هو جوزي، ان انت اللي خليتني اوافق على الجواز وانا مش راضي. كل التطورات في شخصيه الاسطوره كأم شديده عليها، خوف عليها، مش شديده عشان هي شديده، لانها هي تلطمت، مش عايزه عيالها يتعبوا. البت هي تلطمت لما جوزها مات، وهي البت عيالها لسه لحمه حمرا صغيره. وبعدين اتجوزت الراجل، ربى البنت بعد كده، وحظها حلو اتجوزت مع راجل طيب. في جدل حصل بعد مسلسل الاسطوره كبير، وخلاف من المخرج محمد سامي، ان في ناس زاد لها ادوار تحديدا مي عمر، وناس اتشال منها ادوار. انت كنت رايك ايه في الجدل اللي حصل ده اثناء الاسطوره؟ كان في خلافات كبيره جدا. انا عارفه ان كانت في، انا عرفت الكلام ده بعد ما بعد المسلسل. يعني اولا مش عايز اقول لك، يعني مي مثلت قبل الاسطوره، بس الاول مره دور بالنسبه لها يعتبر بطوله. ومين اللي بيقدمها؟ محمد سامي كزوج. انا لما يكون جوزي ولا ابني جايبني لازم اعمل كل شيء كويس عشانه، عشانه هو، وفي نفس الوقت بيعمل كل شيء كويس عشاني. لكن المسألة ما كانش استئثار بس المي ابدا، جميع الشخصيات اللي كانت موجودة كان فيه اهتمام بنفس اهتمام مي. انا ما اعرفش ايه الخلاف اللي تم بأمانة، ما اقدرش اقول لك، لان انا ديكوراتي كانت بعيده عنهم. انت عموما شوف، هل شفتي فعلا ادوار اتاخدت او مشاهد اتاخدت؟ لا لا, لا 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 ما حصلش. ده قدام ربنا على الاقل الورق اللي كان معايا واللي انا شفته على الشاشه لا زيه، لا لا خالص. بالعكس، ده انا شايفه كمان ان الشخصيات اللي اتكلمت دي كان ليها نهايات عبقريه. ما بطرهاش كده مره واحده، ما خلاش اهملها، بالعكس كان ليها دور فعال جامد يعني. وانا ما اعرفش زعلوا ليه، ايه اسباب الزعل انا ما اعرفش. يعني سمعت حتى
الكلام ما يصحش يتقال, ده عمل وخلص وانتوا وافقتوا من الاول, ما يجيش في الاخر ناقي ما اعرفش ايه سببه, انا ما اعرفش, لو افهم نفسيتهم كنت قلت لك, لكن انا ما اعرفش.